خلوني اتكلم اكتر عن المباراه مع نجمنا كابتن امير عزم مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق والمدير الفني لنادي السكه الحديد. كابتن امير مساء الفل. مساء النور يا استاذ محمد. اولا الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك. وبعدين مش معقول هيخلص عليك السكه الحديد. يعني انا عارف ان انت بذلت مجهود كبير السنه دي والنجاح مش ان انت تصعد بس، يعني انت انك تصعد طبعا ده قمه النجاح، لكن النجاح انك صنعت فريق باقل الامكانيات الممكنه وبتنافس لغايه اخر يعني وقت مع انديه صرفه فلوس كتيره جدا وعندها قدرات ماليه عظيمه جدا، فانت بتاخد الموضوع على اعصابك واضح يعني. والله يا استاذ محمد يعني ده اكل عيشي، وزي ما حضرتك قلت يعني انا بحب على طول انجح، وبحب يعني انا بتعب في حياتي التدريبيه وانا لسه في اول مشواري التدريبي، فكنت اتمنى اللي تعبي خلال 7 8 شهور اللي انا اعمل حاجه لكن طبعا هو الموضوع يعني دي تراكمات اللي انا برضو خلي بالك الدوري السنه دي مضغوط طبعا ونفسيا، فالحمد لله اللي هي جت على قد كده، لكن في الاول والاخر يعني زعل الواحد بس هي الكوره وارد فيها كل حاجه، لكن زعل زي ما انا بقول لك اما بتتعب وبتشتغل وبتجتهد وما بتنامش وبتحاول تعمل اقصى حاجه عندك، لكن هو ده حال كره القدم، لكن الحمد لله على كل حاجه الواحد بيستفاد من تجاربه وبتزيد خبراته والحمد لله على كل حاجه وربنا يسهل ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله. ألف سلامة عليك يا كابتن أمير. الأول قبل ما أدخل في الزمالك، أنت مكمل مع السكة الحديد ولا يعني بتختتم؟ والله بص يا أستاذ محمد يعني هو علاقتي بالنادي دي علاقة يعني علاقة كويسة جدا الحمد لله، لكن يمكن أنا كان بعد الماتش كان طبعا أعرف اللي أنت هدفك اللي أنت كنت بتشتغل عليه طبعا لما ده بيضيع بتسعد منك طبعا. بالظبط يعني، فأنا يمكن كان في قرار بعد المباراة اللي أنا ممكن يعني أعتذر وكده، لكن بصراحة الناس متمسكة بيا وبتاع، فطبعا بعد موضوع الظروف اللي حصلت لي دي وبتاع، لكن انا كده كده مستمر معاهم وكده كده هو فاضل ماتشين وان شاء الله نشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل باذن الله. انت اساسا يعني عملت قسطره في القلب انا عرفت، والف سلامة عليك، دي استكشافية ولا في حاجة؟ استكشافية يمكن والامور الحمد لله كويسة الحمد عشان لله بس يعني كان في الجمهورك اطمن عليك يعني. لا 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 هي استكشافية كان في حاجة بسيطة كده، كان يمكن الدم ماشي ببطء شوية في حاجة معينة كده، بس الحمد ده لله من كانت النيرف استكشافية طبعا. بالظبط، بس هي من قصة اللي انا خلي بالك يعني يمكن ماتش اخر ماتش ده انا كتمت كتير جدا جوا نفسي انت فاهمني، ودي برضو يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ممكن لو عندي حاجة اخرجها او انا من النوايا دي انت فاهمني، لكن هي طبعا غصب عني والله صدقني يا استاذ محمد، يمكن انا يعني في الاول والاخر دي اسمها رياضة، وطبعا ما ينفعش اللي انا جاي على صحتي عشان برضو انا عندي ولادي وعندي امي وعندي اسرتي وكل حاجة لا الرياضة فيها كل حاجة بتتقبل كل بالظبط، حاجة يعني، لكن غصب طالما أديت عني اللي عليك خلاص يعني، أنت بتأدي اللي عليك، بالظبط التوفيق ده لكن بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني. بالظبط لكن هي يعني غصب عني، وزي ما بقول لك برضو لو انا بني ادم ما عنديش احساس يعني لا انا بحس جدا بشغلي، وزي ما قلت لك انا نفسي والله اسمع احمد وحياة ربنا يعني انا بجتهد في شغلي على قد ما اقدر اللي انا نفسي، حتى يعني انا املي الوحيد اللي انا ابويا الله يرحمه الله يرحمه. يبقى فرحان بيا ويبقى حاسس بيا ان انا فرحان يعني شغال كويس ومحافظ على اسمه، ده اكتر حاجه والله العظيم يعني هدفي في الحياه الفتره دي اللي انا اعمل كده، لكن زي ما قلت لك ربنا يمكن معاك انا انت مجتهد ويعني ووالدك الله يرحمه كابتن عزم مجاهد كان من رموز نادي الزمالك والرياضه المصريه، فيعني انت بتأدي رسالتك بما يرضي الله والتوفيق ده بتاع ربنا يعني، انما نعم انت ونعم مكمل بالله. الواضح انك مكمل مكمل ان شاء الله كده للموسم ربنا الجاي، يسهل. لانه في كلام اتقال ان انت ممكن تنتقل بدايه من الموسم الجاي مع كابتن حلمي طولان في الجهاز بتاعه في سيراميكا كليوباترا، في كلام اتقال كده او قريت حاجه كده. والله بص هو كابتن حلمي طبعا ده انا بعتبره طبعا والدي التاني ده وراجل الصديق الصدوق للكابتن عزم الله يرحمه. طبعا يعني، وكان يعني اصل انا انا كنت شاهد بالنسبة على حاجات كتير بينهم خد بالك، بس مش هينفع ما اقول. انا عارف والله، والكابتن حلمي يمكن من يعني ده انا بستشيره في كل حاجه ويمكن طبعا طبعا كان في كلام، لكن طبعا الفتره اللي فاتت لكن انا طبعا كابتن حلمي مقدر اللي انا فيه وشغل اللي انا فيه، وان شاء الله السنه الجايه هشوف انا هل هكمل هل هنتقل لنادي كمدير فني او ممكن اشتغل مع الكابتن حلمي الله اعلم يعني لسه انما انت حتى الان يعني انت اقرب انك تكمل الموسم الجاي مع السكه الحديد. برضه لسه والله يعني لسه مش لو انا منك، لو انا مكانك يعني كشبانه يعني هكمل شغلي
لان انت بنيت وحطيت طوبه معينه، حتى لو التوفيق ما حالفكش، بس انت حطيت اسس، حطيت سيستم، حطيت نظام، اكيد عرفت النواقص بتاعتك ايه، عرفت العيوب او المشاكل ايه، هتبتدي ترممها غير وانت بادئ الموسم، هتبدا الموسم الجاي غير اكيد وانت بادئ الموسم ده. ان شاء الله. فده والله اللي فيه شغلك خير فلازم تكمله، اللي فيه خير وربنا ربنا يكتب لك يقدمه ان شاء الله باذن ما الله. الوضع في الاعتبار ان هيبقى الموسم الجاي طبعا صعب جدا في دوري المحترفين، فمحتاج يعني شغل اكتر ولاعيبه اكتر ويعني وامكانيات اكتر وامكانيات وحاجات اعلى كتير طبعا. بس انا اللي اعرفه انه بالظبط. السكه اللي يعني قالوا انه الفتره الجايه بقى في امكانيات اعلى من كده، اللي انا فهمته كده. والله اتمنى يعني اتمنى والله. يمكن احنا زي وبعدين ما ده انت انتوا قلت عاملين شغل جامد جدا في النادي ده، انا كنت معدي من كام يوم لقيت عاملين انتوا سور محلات ومولز ايه يا عم الحاجات دي؟ عاملين، بس زي ما قلت لك برضو يعني حاجات تجيب ايرادات قويه جدا، يعني بص، هو الناس حاولت وبنوك على قد ما وحاجات تقدر، الناس حاولت على قد ما تقدر، لكن زي ما انت قلت السنه دي برضو انت بصت على الفرق اللي في الدوري الدرجه الثانيه، في فرق كتير امكانياتها الماديه كبيره جدا. وانا بالنسبه لي الموضوع مش فلوس بس صدقني، يعني خلي بالك الموضوع امكانيات بتفرق، الماديه بتفرق في حاجات كتير. تمام لكن زي ما قلت لك نتمنى ان شاء الله السنه الجايه تمام نتعلم من الاخطاء السنه دي ونحاول نعالجها ان شاء الله، ان شاء وربنا يكرم الله. ان شاء الله. طب امير بقى نتكلم، كابتن امير، على الزمالك النهارده والله كيف؟ انا اتفرجت على الماتش النهارده، قول لي بقى شفته ازاي؟ الشوط الاولاني كان كويس بصراحه، الزمالك ادى بشكل جيد، والميزه اللي في فريق الزمالك النهارده اللي التحرك من غير كوره كان كويس جدا، كان في سرعه في نقل الهجمات. يعني الزمالك انا شايف اشتغل الشوط الاولاني كويس جدا، الشوط الثاني حصل تراجع الى حد ما، لكن انا شايف الاداء كمستوى عام او مجمل يعني لا الاداء جيد النهارده، والزمالك انا شايف النهارده كان يستحق الفوز يعني.